نبغى أشياء ملموسة، تخيلنا كثير، بس إنك تشوف وتعيش هذه التجربة تجربة ثانية. يعني شفت أدوات معينة وأشياء غيرت من نظرتي، يعني ما أخذناها في الحقل الأكاديمي، البيئة الأكاديمية. I believe that industrial training is beneficial for engineers. And I select this company because I want hard work. نظرتي في اتجاه الهندسة تغيرت لأنه في الجامعة نحن دائما بنستخدم ورق وبنكتب فقط إكويجن وبنحل مسائل، بس هنا بنشوف الريال لايف. تعلمت الانضباط، الالتزام بالوقت. فهذا التدريب زاد بنفس الثقة. المهندس راح يكون مسؤول عن كلامه، تصرفاته وعن حياة الناس. فالتطبيق كان اختلاف كثير عن النظري. راح تكون الصناعة تعتمد أولاً وأخيراً على المواطن نفسه، على المهندس الإماراتي. بتفيد الشركة يدوياً مو بس نظرياً وجالس في المكتب. So what people actually want is not equations from you, but real results. بس في التدريب كان شيء يعني نتحمل مسؤولية الشيء اللي نحن نسويه. قدرت أسوي وصلة بكليتي والتخصص اللي أدرس فيه والشغل العملي. فالتدريب العملي فرصة لك كطالب أنك تتعلم فيه وتستفيد. أنا طالب في جامعة الإمارات العربية المتحدة، حالياً أقوم بالإنترنشيب في هيئة الطرق والمواصلات قسم صيانة القطارات. هذا القسم يراقب ويقوم بعمليات الصيانة في مترو وفي الترام مستقبلاً. طبعاً خلال تدريبي في هيئة الطرق والمواصلات أنا كطالب هندسة ميكانيكية استفدت، والتدريب هذا غير الكثير من نظرتي المهنية والأكاديمية. طبعاً استفدت منها بشكل كبير. في الجانب المهني قمت أحس بمسؤولية أكبر، أني أنا كمهندس لصيانة القطارات مهتم بسلامة الركاب والناس اللي حول القطار، فهذا يعني أثر بشكل كبير في اتخاذ القرارات، فلازم تكون حذر في كل خطوة تتخذها. المتدرب حسين طاهر اللي هو الحين حاليا موجود، انا مشرف عليه بشكل مباشر. حصلت منه صراحه اول شيء بدايه يعني مو بعارف شو المترو، فمن خلال احنا اعطيناه البرامج هاي حسينا في تجاوب، حتى التقارير طلبنا من التقارير اسبوعيا، بس ما شاء الله يعني هو مثابر، يعني مثابر ويطلع، يحب وايد يطلع على المعلومات. طبعا هو ما شاء الله سوى كم من زياره مثلا على المواقع. بدايه طبعا واجهت صعوبات بالربط بين المعلومات اللي أنا درستها مع حقيقة العمل، فقمت أسأل، قمت أطلع سايت فيزيت، قمت أقرأ المانيوالز، أدور في الانترنت، لما عرفت كيف طبيعة العمل وكيف بيئة العمل وكيف أقدر أربط اللي درسته باللي يستوي في حياتنا الواقعية. من خلال مشاهدتي للمترو أطمح أنا كطالب أني أستخدم العلم اللي أخذته والعلم اللي بتلقاه مستقبلاً بحيث أني أطور في هذا المجال وأفيد دولتي اللي ما قصرت وياي، وأقدم كل ما بوسعي عشان أطور في هذا القطاع يعني الموجود عندنا في الدولة. في
تجربتي كطالبة هندسة في مصنع كبير نفس مصنع السرات لتصنيع أجزاء الطائرات، تجربة كانت جداً رائعة، غيرت فيني أشياء كثيرة من ناحية الشخصية من ناحية المهنية. تجربتي ما اقتصرت على القسم اللي أنا اخترته كقسم تولينج ديزاين، حاولت قد ما أقدر أني أدخل جميع هذه الأقسام، أخذ معرفة أو تجربة من كل قسم من هذه الأقسام. Students who come to Strata bring a lot to Strata. They have new ideas, they're young students, they've got good ideas of new technology, they bring to a lot to Strata. I like to expose them to different departments, but obviously I'm looking at the tooling department to recruit the new engineers of the future. It's great for the students to get out of the classroom and come and join a working environment within Strata. It's a good experience for all the students who come here. وجودي في استراتا أعطاني حس بالمسؤولية تجاه بلادي، ومن ناحية ثانية زاد من ثقتي بنفسي وعطاني القدرة أني أنا أسأل أسئلة قد تكون بسيطة ولكن بالنهاية أنا أستفيد من أجوبتها، أعطاني إمكانية أن أنا أتعامل مع شخصيات مختلفة. The interns get professional benefits through working with our guys who have been in the field for 10-20 years. Communication side of it, we try and get the interns and we push them as much as we can to run their own meetings. Benefits that we're getting from the interns working at Strata is firstly that they're showing that Strata is committed to helping with the UAE nationals. Internship at EIAST, Emirates Institute of Advanced Science and Technology. I'm assigned at Space Operation Department. The responsibility of this department is to take care of the satellite after launching until image processing. I was introduced to different information about building satellites, controlling them, and even powering them. I believe that industrial training is beneficial for engineers because at university we only learn about theories, while here in industrial training we apply what we have learned. في الجانب العملي طالب بيمارس الشيء اللي تعلمه في الجامعة فبينمي معرفته وبيطبقها بحيث انه يكون عنده انتاجية فهني احنا نهيئه انه يكون يعرف عن الاقمار الصناعية يعني يقول لي تلفزيون التصوير شو الغرض من قمركم هني احنا نعطي الفروقات هذه يعني شو الاقمار اللي تستخدم في الامارات سواء كانت التلفزيون وايضا الاقمار اللي هي عندنا اللي هي التصوير نحب مجالين الاستشعار عن بعد ومعالجة الصور يدرسون في الجامعات بحيث نحن ناخذ طلاب جاهزين ونباشر معاهم في الشغل. انا تدربت في شركه اسمها شركه فارعه، لها عده مجالات، يعني مجال من خلال الاستراكشر والكونستراكشن وايضا مجال البيئه وكيف الحفاظ على الطاقه، صراحه استفدت واخذت كثير من الخبرات منهم، يعني حسيت انه شيء مختلف تماما عن الجامعه، في هذه الشركه استفدت الكثير من المهارات من الناحيه المهنيه ان مثلا كيفيه التواصل مع العملاء في الشركه، اما من الناحيه الشخصيه كيفيه تحمل المسؤوليه او قوه الشخصيه في اتخاذ القرارات في العمل. أنا أتدرب في شركة الخرافي اللي لها عدة نشاطات، ومن هذه النشاطات معالجة مياه الصرف الصحي، وأنا أتبع قسم الاوبريشن والبروسيسنج. خلال التدريب في هذه الشركة استفدت في نواحي كثيرة. من الناحية المهنية نقدر نذكر الانضباط، الالتزام بالوقت، عدم الاستهانة في أي معلومة مهما كانت صغيرة. بالنسبة لفترة التدريب في شركة الخرافي ناشونال كانت تجربة جديدة ومفيدة، اكتسبت فيها مهارات مختلفة وتعرفت على طبيعة العمل على أرض الواقع. خلال فترة تدريبي بشركة خرافي تعلمت انه الاشياء اللي ندرسهم بالجامعة غير الاشياء اللي نشوفها بالتدريب او بالعمل،
وثاني شيء تعلمت انه يعني عرفونا عن الكومبانيز ديفيجن، تعلمت شنو يسوونه وشفتهم من قريب وعرفت انه بالمستقبل شنو الشغل المناسب. من اهم الاشياء اللي بنعلمها للطالب اول شيء اللي هو حمايه نفسه، اللي هو السيفتي لنفسه والفريق اللي بيعمل من خلاله او بيعمل معه، وبنحاول نغرس في يعني في الطالب اللي هي يعني موضوع السيفتي زائد الكواليتي. انا اتدرب حاليا بشركه المسعود للسيارات، معروفه شركه عالميه. شغلي هني في شركه المسعود اني اقدم خدمات لاصحاب السيارات في مختلف الاماكن. اشتغلت قبل في الالكتريكال سكشن وبعدين في البادي شاب، والحين اشتغل في ريديك مينتيننس سكشن اللي هي الصيانه الدوريه. في الهندسه انا اخذت كورس خاص للصيانه، تعلمت فيه اشياء ثيوريتيكال، اشياء نظري بس في حياتي ما شفتها في العين. بس يوم جيت هني وشفته بعيني وشاهدت كيف يسوون الصيانه كان مختلف تماما عن اللي درسته في الجامعه. انا اول اسبوع في البريديكال مينتنس سيرفيس كنت اشوف، كنت اطالع بس كيف العامل يشتغل، كيف يحرك، كيف يستخدم الادوات وعلى اساليب وقياسات معينه. الاسبوع الثاني بديت امسك بعض الاشياء، افك التاير، اشوف قياسات البريك ديسك والبريك باد. بدايه دخولي للهندسه كنت اتصور ان المهندس ممكن يجلس في مكتب ويشتغل على الكمبيوتر او يشتغل على مكتب. لما جيت ان التدريب شفت لا، انه تشتغل اشياء عمليه، تشوف مثلا هنا في الورشه تشتغل بيدك، تؤدي مهام بيدك، مو بس جالس في المكتب وتؤدي بعض الامور. I'm doing my internship in Schlumberger ICAT2 base in Abu Dhabi. The segment I'm doing is well services cementing. This segment is responsible for pumping cement into different types of wells. Yeah, as an engineer, like during my internship, I faced a lot of challenges which made me think out of the box. And I guess that is one of the most important things and basically an engineer does. Being an engineer, it's very important to have hands-on experience, because whatever you are designing, you must know how it is physically existing. So when you have a physical exposure to those things, when you are and sitting in the computer, you can best optimize your things. So it is a very good point for the engineers to be on the field, because if they have hands-on experience, they can plan well. بالنسبة لطلاب جامعة الإمارات، شيء لاحظناه جميعاً إن من اليوم الأول كانوا مجهزين ذهنياً إن هم بيشتغلوا للجانب العملي. جونا أول يوم كانوا مستعدين أنهم بعد ما خلصوا كل التدريبات السلامة أنهم يلبسوا لبسهم ويكونوا في الورشة بيشتغلوا، بيحطوا إيدهم على الوظائف اللي أعطيناهم أو التاسكس اللي سلمناهم إياه. الانترنشيب هذا طورني من ناحية التواصل مع الناس اللي أشتغل معهم كل يوم، من ناحية كيف أتعامل وأتكلم، وين مكان المزح وين مكان الجد. أنا حاسس أنه تطورت من الناحية الاحترافية هنا في الشركة. الحمد لله ما واجهت أي مصاعب. ممكن في البداية واجهت مصعب إنه كيف أنا أدخل في السيستم تاع شامبرجر، كيف إنه أنا أتعلم الحياة الجديدة عليا، بس بعدين بقيت أوكي معه. الدراسة غير والشغل غير، الفيلد غير والحياة الدراسية غير. When I joined Schlumberger company, I start working by hand. What are the things that we need? Because when you start working by hand, you will learn a lot, and especially for the student. يعني عندنا طلاب الهندسة أول ما يجي عندنا بنعطيهم تدريب اللي هو البيسك، اللي هو بسموه SIPP، اللي هو باختصار على Schlumberger Injury Prevention Program، وبنعطيهم كمان CTA بسموه هو Commentary Task Assessment، ونعلمه كمان حتى كتريني إنه إذا في إشي غلط نعلمه تو نوقف، نحكي للناس لا في شيء غلط. فإحنا ما عندنا اختلاف بين واحد تريني وواحد مدير، الاثنين عندهم فول باور انه يوقفوا الاوبريشن. بالنسبه للمتدربين اللي يجون بعدي، انا صراحه اتمنى منهم انهم يدخلون فيلد او ورشه عشان يتعلمون الهندسه ويشوفونها على حق، لان صراحه اللي كنا ناخذه في الجامعه مختلف عن اللي شفناه هني. تبحثوا عن شركات تناسب تخصصكم بحيث انكم تستفيدوا من الاشياء اللي درستوها وتطبقوها في واقع العمل. انهم يستغلون هذا الكورس بشكل يعني دايم،
انه يعني مثلا مش يعني بعد ما يخلص الكورس التريننج يعني ينسى كل شيء تعلمه، لا بالعكس هذا الشيء يفيدك بعدين حتى يوم ترجع للحقل الاكاديمي. Keep learning. This knowledge gained from university is just a foundation to build on in the field. يعمل تريننج في شركات مثل شركة شلمبرجير لأنه بتعلموا كيف يستخدموا أيديهم في كل حاجة. أنه يختارون المكان اللي يتدربون فيه بعناية. أنهم يستغلون فترة تدريبهم ويحاولون يستفيدون to the maximum من كل لحظة وجودهم في أي شركة. بالنهاية هالخبرة راح تسجل ملفة وراح تساعده مستقبله في وظيفته المستقبلية إن شاء الله.